التشوير ديال المدينة تبكيس. هاد العملية ديال التشوير أنا التحضير تشريب الطاقة لجمعية النقاد التاريخية ونقاد المدينة ونكنس كانت قامت بواحد الخطوة شطارة وعلى حساب أننا كان فقط مهمات الدولة ولكنه قليل وقليل جدا وعملت على مشروع لكنه قوم بالرغم من جهات مخصصة. أكثر من ذلك هذه الجمعية قامت بالتعريف بكثير من المنازل التي تعتبر كمالات والطرق والبيروان في المدينة يعني بوضع لوحات مكتوبة بشكل رسمي في الصفحة الشعبية لكنها لم تخرج ترحالا من يوم ورا. السؤال الثاني هو ذكر الاستاذ لوفور دي زونتربرونور. لوفور دي زونتربرونور حنا كنترقبوا من عمليه سرقه المفاتيح التاريخيه لعمليه معقده دخل فيها المافيا كما قلنا وعلى التجار فيها وعلى خبراء وعلى سماسره وعلى حتى مخبرين. الناس اللي كيتبعوا مثلا هذا المسجد اللي كان صوبه دابا في الزينة والذي بلغت مدة إصلاحه من الكبار العتبية ومازال لحد الآن رشيد على حتى شي عطاء كاين الناس اللي كيقلبوا على هذه المعلومة كيقلبوا على هذه المواقع من قبل ما نبداو نصوروها وكيبداو البرامج ديالهم. علاش أنا قلت قبيلة يجب تشديد نقاط التفتيش لأن سرقة المفاتيح عندها مواقع وقلنا هذه السلسلة مافيا يعني الناس كيديروها كيجبدها في نص العام في خلاء من صاحب المحل. أنا طلبت على حالات في تقارير صحفية على أنه بعض الناس كيجي كيقول لك أنا لقيت فيها غادي نصلح الكبار وغادي نصوبك وغادي خويا كيمشي كيديك لبلاصة سفرة بعيدة وكيدخل هو كيبشر بأن ديرو فعلا هو كيصلح لك الإنسان ولكن عندو واحد السفرة اللي ما غاديش نقولها لك فاش كيتسوق هاد المال الأتاي واللي يمكن يكون الغالبية أو أكثر المغاربة لا يعرفون القيمة الاقتصادية. نحن نكون مطارات تحسن بشكل جميل في الجو الوطني وتقوم بدور فعال في المجال الاقتصادي. هو فاهم أن بمعنى كي ياخذها في خلصة وبأساليب جد متوية. نحن قلنا بأن الناس مستعدون لبيع جميع تراوات الوطن في مزاد العدد المزاد العالمي من اجل الحصول على الثروات النقديه في المنطقه. بمعنى فين غادي تبان؟ تقدر تبان في مول غازا، تقدر تبان في تخطيط مدني، تبان في المآتي التاريخيه هي جريمه بطبيعتها عامره للقرارات. وفي بعض المرات خصنا نسيبوا هذاك المثل الغريب، حتى كيدارسوا الشفاء عاد كيبانوا. شكرا استاذ ادريس، استاذ عباد.